يبقى الوضوء له اذكار. استحضرنا النية في الوضوء. طيب خلي بالك وبيسألي بقى بعد شوية ماشي كده، الوضوء هتوضى امتى؟ عشان دي مهمة. هتوضى قبل الصلاة ب10 دقايق، ولا هتوضى بعد الاذان، ولا هتوضى والاقامة شغالة، ولا هتوضى والامام بيصلي؟ خلاص تفرق، هقول لك تفرق فين. يبقى انا استحضرت النية، خلاص كده. طيب وبعدين الامر الثاني، العلماء قالوا ان الانسان المتعلم لابد ان يميز الفرض من السنه، يبقى عارف ايه الفرض وايه السنه. الانسان الايه؟ الفرض في الوضوء. طبعا الفرض في الوضوء وايه السنه، ده الانسان الايه؟ المتعلم. خلاص كده. طيب وبعد كده عدم وجود ما ينافي الوضوء، خلاص ما يكونش بيتوضى وهو يخرج ريحا، يبقى هنا نافى الوضوء. طيب وعدم وجود ما يمنع وصول الماء الى الى البشره، الجسم طبعا. خلاص كده، يبقى ما فيش منقير وانت بتروح تتوضى، خلاص كده، وما فيش حاجه اسمها يقول لي الدين يسر وهتصلي يا عم الشيخ. لا يا حبيبي، احنا الدين سمعنا وأطعنا، وقطع. خلاص كده. طيب هتخش تتوضى، في أول الوضوء تقول بسم الله، يبقى أول الوضوء إيه؟ بسم الله، عشان تاخد الامتياز، لأن النبي عليه الصلاة بسم الله والسلام الرحمن الرحيم بسم ولا الله وبسم الله الرحمن الرحيم كلاهما ده جائز، البداية. خلاص، لأن النبي قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. يعني إيه لا وضوء؟ يعني إيه لا وضوء كامل، مش معناه بطلان الوضوء. طيب خلاص بدأنا بإيدينا، خلاص كده 3 مرات، وبعدين نتمضمض 3 مرات، ولما تتمضمض الميه تمج في بقك، ماشي، تيجي يمين وشمال. طيب وبعدين السنه ان انت تتمضمض مره وتستنشق مره. انما 3 مرات ما فيش ما لا مشكله. لا لا لسه لا 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 بص لا انت كده ما وصلتيش. مع السنه احنا ثلاث مره مرات دي ومره. سنه، السنه دي 3 مرات، انما لو هتتوضى زي ما النبي عمل يبقى مرة ومرة. مرة ومرة 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 ومرة، مش زي ما احنا بنعمل الثلاث ثلاث مضمضات مرات ورا ورا بعض. بعض خلاص. والمقول. طب لو عمل الثلاث مضمضات ورا بعض جائز، ما فيهاش حاجة خالص، خلاص كده. انما هو لو عايز يطبق سنة النبي يبقى يتمضمض مرة وهيستنشق ويستنثر مرة، ويتمضمض مرة ويستنشق ودي ويستنثر. السنة وليست الفرض. ده دي السنة، دي سنة النبي في الوضوء الإيد صلى الله عليه والمضمضة وسلم. والاستنشاق سنة. والاستنشاق ده طيب سنة. هتقولي لي الفرائض، فرائض العلماء اختلفوا فيها، خلاص كده. عندنا نحن السادة المالكية 7، ماشي كده، 7 فرائض، عند السادة الشافعية 6 بس، وعند السادة الأحناف 4، خلاص كده. طيب ايه هم الأربعة اللي عند السادة الأحناف اللي هم موجودين في الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين، هم دول الـ4، خلاص كده. طيب يزيد عندنا في الساده المالكيه الترتيب والموالاه والتدليك. هو الترتيب غير الموالاه؟ الترتيب يعني ما تجيبش الراس قبل الوش، ده الترتيب. طب ايه الموالاه؟ ورا بعض، ما الا يفصل بينهما فاصل فاحش. ما حضرتك غسلتي مثلا وشك وبعدين قالوا وعملت الحلقه مع منى سمير كامله وبعدين تروحي تكملي لا ما الوضوء، ينفعش. خلاص يبقى ده الموالاه. والتدليك عندنا خلاص كده، التدليك يعني ايه؟ ما تعملش ايدك كده وخلاص، لا انت ده بتدلك الملكيه ايدك. نعم عايزينها، ده يعني عند بقى في الساده اسباغ المالكيه. يعني. طيب في ممكن واحده يعني بتعمل على الحوض، بس هي بقى عشان رجليها ما تقدرش تطلع لا لسه رجليها، ما وصلنا لهاش، فلازم تمشي شويه تروح تعمل مثلا في البانيو ولا لسه ما وصلنا لهاش، لسه ما رحناش للبنك. ده موالاه؟ لا ما ده لا ده مش مولاه، ده لان عادي ده لا، الفاصل بتسيب. اليسير لا شيء فيه، ماشي. الفاصل اليسير لا شيء فيه، طيب خلاص كده. انما احنا نحن نتكلم عن الفاصل الذي ممكن ان يصل الى جفاف عضو، خلاص. في يعني ناس كده على فكره، في ناس كده. طيب قبل بس ما انسى، خلاص احنا غسلنا وشنا خلاص كده، يبقى غسل الوجه فرض، ماشي، وغسل مرة الوجه ولا 3 مرات؟ مرات، السنة 3 مرات، فإن أتى به مرة فقد أجزأه، وإن أتى به مرتان فقد أجزأه. يعني السنة 3 مرات. طب والشعر السنة بيقولوا اسمها التثليث، ايوه. طب التثليث والشعر مرة 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 كده،
ولو عايزه تصيب السنه ترجعي بايدك كده تاني، بس انت بتنطي بسرعه قوي. طيب احنا طب واحده واحده ما هسالك طيب. الشعر احنا لسه في الوش، لو جبتي منه اي حاجه. طيب احنا لسه في الوش. ايوه الوش نغسل الوش منين؟ ها الشيخ محمد لابس العمه كده ويغسل وشه كده، نقول له لا لا ما ينفعش، المفروض تقلع عمتك كده وتجيب من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن. طب نعملها ازاي واحنا محجبين؟ ما انا بقول لحضرتك هتقومي عامله من تحت اهو كده، اهو شايفاها كده اهو، من منبت الشعر منبت الشعر معتاد اهو عندك خلاص كده ماشي الى اسفل الذقن، ومن شخمه الاذن اليمنى الى شخمه الاذن اليسرى بدون لطم. ماشي. بدون ايه؟ لطم. خلاص غسلنا الكلام ده 3 مرات، نغسل ايدينا الى الايه؟ المرافق. ماشي كده، نغسل ايدينا الى الايه؟ المرافق. ده ما اسموش الكوع، ده اسمه المرفق. الكوع باللغه الدارجه بتاعتنا، لا باللهجه بتاعتنا. ما هو برضك حتى باللغه الدارجه غلط. امال اسمه لان الكوع اهو. لا دي ما نعرفش الكوع ده، والله احنا ده نعرف الكوع ده. ده شرعا ده الكوع عندنا. احنا قاعده على كوعها. طيب. فده ده لا كوعنا. لا ده شرعا الكوع. ماشي, ماشي كده. الله يرضى عن مشايخ. يفهمونا. طب زمان مشايخنا لما كانت تحب يعني تستهزئ باحد يتفلسف عليهم يقول لك ده ما يعرفش الكوع من البوع. فالكوع اهو هو العظمة البارزة تحت أصبع الإبهام من اليد. والبوع اللي هو اللي العظمة تحت البارزة تحت أصبع الإبهام من الإيه؟ من القدم. خلاص كده؟ طيب يبقى نغسل إيدينا تحت المرافق. ينفع الأستاذة محجبة وعشان ما في رجالة أو يعني الأمور الدنيا برد ينفع تمسح على الكم؟ لا, لا ما ينفعش وبطل الوضوء. خلاص كده؟ ولما نجيب الميه لازم تعدي الميه ايه؟ الكوع السواد المرفق. مرفق. او الكوع اللي عندكم سواد الايه؟ المرفق. عشان في ناس كده بتيجي لحد هنا يعني كده. لا تمسكه لازم نيجي لحد ايه؟ سواد المرفق. ماشي. خلاص كده؟ ده 3 مرات 3 مرات. طيب وبعد كده نعمل ايه؟ وبعد كده مسح الراس. يجزئ مسح الراس ببعض الراس. يبقى لو جابت 3 شعرات ماشي. لو جابت شعرتين ماشي، لو حطت ايديها تحت الخمر لازم من قدام ولا ممكن من اي حته بقى اللي ايديها طولها؟ يعني الاصل ان يكون من مقدمه الراس. خلاص كده؟ طيب لو هي عايزه تجيب السنه بقى وفي بيتها ومتاح لها هتعمل كده وترجع بنفس الايد كده. لا ده عندكم انتوا في وعندكم لا في شعر كتير بيبقى ورا. ما انا بقول لحضرتك اهو يعني هي لو مسحت كده الرجاله كده وتيجي كده دي سهله. هي لو مسحت كده وتيجي كده دي وتيجي سهله كده اهي اهو. ما هو ده وهي مفيش عندها شعر. سهل والله وهي عندها سهل. مش سهل قوي يعني. طيب خلاص مش سهل قوي خلاص. يعني بنعمل كده. ان استطاعت ان تفعل ذلك يبقى اصابت ماشي. سنه النبي عليه ماشي. الصلاه والسلام. لازم تفصل في اي حاجه. معلش انا بس بقول والا ما تبقيش الاستاذه دعاء فاروق. الله يصلح حالي وحالك. ماشي يا فضيله الشيخ. ويجزئ بقى انا كان قايلها لي فضيله الشيخ الله يرحمه ويغفر له الشيخ المصير. نعم ما حدش يقدر. احنا قلنا لسه والله من شويه قلنا يجزئ اي شعيرات تجزئ. خلاص كده القدر. الودان بقى بالميه اللي فاضله من الوضوء بالميه اللي فاضله من الراس بعد الشعر. بعد الشعر. خلاص كده. خلاص ودي سنه. دي سنه. خلاص كده. طيب ما بقولكش دخل ميه في ودنك عشان واحد يقول لك ايه اصل ودني بتوجعني. انا ما قلتلكش دخل ميه في ودنك كده يعني. خلاص كده. نفس الناس اللي احنا بقى واحنا محجبات بيبقى صعب موضوع الودن ده ولا بتوضح إن حته. ترك لا شيء عليك. خلاص بقى مش بعرف. ان تركتيه لا شيء عليك. ماشي. خلاص كده. طيب بعد كده بس برضك في نقطه الاستنشاق برضك عشان ما انساش. ما حدش قال لك لو انت ما تستطعش ادخال الميه جوه واخراجها ما حدش قال لك وضوءك باطل. مره اتصلت بيا ام فاضله عندها 70 سنه في برنامج اني قريب وقالت لي كده والله. قالت لي الشيخ قال على الهوا وضوءك باطل وصلاتك باطله. لا لا. قلت لها ابدا ما فيش الكلام ده. وضوءك صحيح وصلاتك صحيح. لان المصريين كلهم عندهم جيوب انفيه. فاللي ياخد الميه بغشم كده ممكن يغمى عليه وممكن ينزف. خلاص كده. وهنا بقى نقدر نقول ان الله ايه؟ ها غفور رحيم. هنا بقى نقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هنا بقى نقول فاتقوا الله ما استطعتم. لان احنا اتينا بالعباده وفق ما استطعنا. طيب خلصنا الراس ماشي كده. الرجل. طيب يا عم الشيخ انا ما بعرفش ارفع رجلي ينفع اعمل بالكوز على رجلية؟ بس المية تغمرها. المية تغمر الكعبين اللي هم العظمتين البارزتين دول اعزكم الله. طب ازاي بقى المية بنقدر نمسح على الجزمة؟
لا على الجزمه، مش الجزمه دي، الجزمه دي ما تمسحش عليه، الجزمه اللي انا لابسها دي ما تمسحش عليه. لا بيقولوا ممكن، لا الجزمه اللي انا لابسها دي ما تمسحش عليه. على بوت. خلاص ايوه البوت، الجزمه بتاعت اللي انا الغاليه دي اللي هناك ديت اللي انا ما بلبسهاش. البوت واحنا لابسين بوت أيوة ينفع، ينفع لانه مغطي على ايه؟ مغطي العظمتين دول. فتمسحي من فوق تعملي كده، وعلى الشراب من هنا كده. قد ايه بقى؟ مره. لا يعني انا لو انا طول النهار بره خلاص معاكي يوم وليله. للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام بليالهن. صليت على الحبيب بتمسح على وش الرجل؟ على الوش. قال الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه، لو كان الدين بالعقل لكان باطن الخف اولى بالمسح من ظاهره. كنا نمسح من تحت لانه تحت هو اللي بيقف على الارض. او الشيء يذكر. الشراب المودرن ما ينفعش المسح عليه. ما هو دي بقى حضرتك يعني انا مش فاهماها، يعني ايه المودرن مش من المودرن؟ المودرن اللي هو حضرتك ربع شراب، في شرابات طالعه لحد كده ربنا يكرمك وتشوفيها لحد هنا. بس حد ليه بقى ما ينفعش يتمسح؟ ما هو مش مغطي العظمتين ما هو دول الكعبين. وارجلكم إيه الى ايه بقى الهدف من ما هو ربنا اللي قال مش انا بقى. ايوه ربنا مش قال إيه؟ قال وارجلكم الى الايه؟ الى الكعبين. يبقى الميه لازم تصل لهنا. يبقى الميه تصل. لما امسح على حاجه هنا تبقى، لما امسح على حاجه تبقى مغطيه هنا. تبقى مغطيه الايه؟ الكعبين. وصلت؟ عشان كده الشراب الشفاف من الشراب لا باس فيه. كان عليه الصلاه والسلام كما في البخاري كان صحابه النبي يمسحون على الخرق. ايوه كده خلاص كده. لا مش ايوه كده، ده حديث النبي. وده سنين يا فضيله الشيخ قلنا لا ممنوع الشراب الشفاف، لازم تبقى لابس شراب تقيل. بعض اهل العلم قال بانه الشراب او الجورب الذي يمكن تتابع المشي فيه.